وطبعا مشاهدينا الى ترند العالم لليوم، خلصت العديد من الدراسات الى وجود علاقات بين النجاح والسعاده. يا سلام. فالطلاب الاكثر سعاده هم الافضل اداء واعلى اختلاف المراحل التعليميه. طبعا هذه النتيجه شكلت دافع لتكون السعاده ماده دراسيه في الجامعات والمدارس. اولا سجلت ماده 157 بي اس واي سي، ماني عارفه ايش هي هذه الماده، الحمد لله اني ما درستها. اعلى نسبه مسجله بين المواد في جامعه يال الامريكيه منذ تاريخ تاسيسها. طبعا قام نحو 300 طالب بالتسجيل في الماده خلال اول ثلاث اشهر من الدراسه، وخلال تجارب مماثله في المراحل الدراسيه ما قبل الجامعه. طبعا عده دول تعد رائده في هذه الماده، تخيلوا بيدرسوا السعاده يعني، واحنا هنبدا نصير من هذه الدول اللي تدرس السعاده. اي تمام، يعني المواد دي اللي تدرس السعاده، تخيلوا كيف الاقبال عليها وقديش مهمه يعني. يعني تخيلوا كيف راح يصير المجتمع لما تدرس ماده السعاده يعني. جميل. يقول لك كمان تدرس 40 مدرسه المانيه الماده ذاتها كمقرر اساسي لا يختلف عن العلوم والرياضيات، يعني زيها زي باقي المواد. فيها اختبار، نفسي اعرف يجي والدك ولا بنتك يس نجحت في ماده السعاده، يعني نفسي اعرف ايش ممكن تكون الاسئله اللي هتطرح في اختبار هذه الماده. كيف ترى السعاده؟ ايش هو مفهوم السعاده؟ كيف تخلق السعاده في المجتمع؟ ممكن يعني تخلق السعاده في البيت معايا. والله هو اللي نبغى نعرفه الحين هينطرح اكيد للاستاذ فهد الفهيد، مستشار تسويق وتطوير الذات. استاذ فهد مو جاهز، طيب، لكن عموما انا كان نفسي اسال انه ايش هي الاشياء اللي ممكن تدرس في هذه الماده، ايش هي الاشياء اللي ممكن كطلاب اكيد للطلاب يعني للطلاب طبعا، هو للطلاب والطالبات، ايش الاشياء اللي هي هتاثر عليهم في ايش؟ انا اتوقع انها راح تخلق في الطالب يعني عنده روح انه يسعد الناس اللي حواليه، يسعد الناس في المجتمع، كيف يخلق السعاده في البيت في المدرسه في المجتمع. هذه السعاده مو شرط انها سعاده انه يكون يشتغل يعني يسوي حاجات فاني، لا، انه السعاده بخدمه المجتمع، بخدمه الفقراء، بخدمه الناس اللي حواليه، يسعد نفسه ويسعد الناس. لما تشوف السعاده اللي تخلقها للناس بتعكس عليه. ما تقدري تحكمي السعاده، مختلف مفهومها من شخص لاخر. بالضبط. يعني ممكن السعاده عندي غير السعاده عندك. ايش السعاده عندك؟ السعاده عندي وجبه لذيذه وجلسة قدام التلفزيون روتانا سينما، فيلم الهلفوت تحديدا مع أكلة كذا حلوة. حلوة حلوة السعادة. شفتي قديش أنا بسيطة؟ أيوة جميل. قديش أنا أبحث عن السعادة بكل ما فيها من بساطة. يا سلام. حاجات بسيطة تسعدني يا أستاذ عبير، لا طلبت لا مال ولا جاه يا الله ولا منصب. يا الله يا ريم يا الله. حتى شاورما قدام فيلم الهلفوت بالدنيا وما فيها صراحة. وأنت عبير إيش السعادة عندك؟ الحمد لله أنا سعيدة يعني، فما أقدر أقول إيش هي السعادة، ما أقدر أحددها بشيء، كل شيء أنا يسعدني يعني. أنا ما أنا أنت سعادة يا عبير، أنت تخلق أنت سعادتنا يا عبير. خلاص نبغى نختم الحلقة على خير. لا أنا سعادتي صراحة أنه أنا نرجع نتجمع أنا وأخواني وأخواتي وأولاد خالاتي زي لما كنا زمان، وكيف ونلعب ونسهر، واللي فجأة مثلا ندخل المطبخ آخر الليل نعمل أشياء زي كذا، وسهر للصباح للفجر. كمان هذه سعادة. هذه تلعبوا كنكان. كنكان اسمها كنكان. كنكان وكيرم وكمكم، أمي زهرة ومكسر أظافير معكم. يعني قديش حلو. لا حقيقة أنا أشعر بالسعادة عندما اجعل اي احد ثاني سعيد يعني. طبعا اشوف اني هذه اسمى، ترى على فكره هذه اسمى يعني من جد. السعاده مختلفه زي ما قالت غزل من شخص لاخر، لكن اسمى شيء في السعاده انه انت تحس انك سعيد لانك خليت شخص ثاني سعيد يعني. وانا اهنيك واشكرك على هذه الجمله يعني. صراحه اكيد حتى انت كاخصائيه اجتماعيه تحبي تخلقي انت. أيوة. انما بتجي بتخلق السعاده عندنا يا عبير يعني، هذا شيء واضح يعني ما يحتاج. خلاص يا جماعه صراحه يعني من جد اتمنى انه يقروا هذه الماده اول نشاط، خلينا نقول في عندنا في مقرراتنا في المدارس كيف نخلق السعاده في مدرستنا وفي بيتنا وفي مجتمعنا يعني. جد هذا شيء جميل. في الطلاب.